قلت له اسمع 800 مليون مشان ناخذ 30 مليون. قلت له دكتور مش هن 800 مليون؟ اعطيني 100 مليون، هن 100 مليون مساعدات و700 مليون قرض. اعطيني 100 مليون، انا بعطيك 30 مليون في ال 100 مليون، وهذول 700 زياده. يطلع علي قلت له نعم لانها سرقه، والناس اللي بيحكوا هذا الموضوع مشان يسرقوا البلد. قضية مطيع زجت في كبار شخصيات في الأردن إلى السجن وللمساءلة في هذا الموضوع. أعطى الشباب يعني فرصة قوية جدا للارتقاء بالعمل وبنفسياتهم، والحد يعني خلقون من الظلم اللي يقع عليهم في الجامعات في التعيينات. في واحد من جامعتهم صورنا مع بعض ونشروه. هو مشروع مشان اللي عملنا دراسة جايكا الفريق الياباني وعلى حسابهم حفرنا أبار، بس إحنا كشركة اشتغلنا معهم في الموضوع. ما حرك ساكن، لا الوزير هذا ولا اللي قبله ولا قبله ولا البارح. بس حكيت له جلالة الملك موضوع، قال لي جيب لي مباشرة أنا هذا الموضوع. أنا بحكي عن 23 سنة، 95 96 الملف محطوط على الرف.